نص استماع خير الناس. ما أجمل أن تدخل السرور إلى قلوب الآخرين بعمل الخير، فتكسب وجهك نورا وقلبك بياضا ورصيدك حسنات، وتنال بذلك رضا الله تعالى، وتصبح من خير الناس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وخير الناس أنفعهم للناس. السلسلة الصحيحة للألباني إسناده حسن. وقد سئل الإمام مالك: أي الأعمال تحب؟ فقال: إدخال السرور على المسلمين، وأنا نظرت نفسي أفرج كروبات المسلمين. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا في المسجد النبوي، فجاءه رجل يستعين به على حاجة له، فخرج معه، فقالوا له: كيف تخرج من المعتكف؟ فقال: لأن أخرج في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد بعض الأرامل فيسقي لهن الماء في الليل، ورآه طلحة في الليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا وهو يعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة: فكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع. إن فاعل الخير كالغيث المنهمر من السماء يروى به كل شيء ولا يطلب جزاء من أحد. فإذا أردت أن يسهل الله قضاء حوائجك فأعن الناس على قضاء حوائجهم، فالجزاء من جنس العمل، وهذا يعد من باب المسارعة إلى فعل الخير والمسابقة فيه، كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. وفاعل الخير كالزهرة التي تفوح عطرا دون أن تنتظر أجرا من أحد، أو كالبلبل المترنم الذي يطرب من حوله دون جزاء منتظر. أفلا نكون مثلهما؟ جد بعمل الخير ولو بكلمة طيبة تتصدق بها على الآخرين، وليس أفضل في هذا الباب من الدعاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. نستمع إلى نص بعنوان: خير الناس، ونجيب عن الأسئلة الآتية. 1- من خير الناس؟ خير الناس أنفعهم للناس، ومن يدخل السرور إلى قلوب الآخرين بعمل الخير. 2- نعدد الآثار التي يتركها عمل الخير على صاحبه وعلى الناس. من آثار عمل الخير أنه يكسب وجه صاحبه نورا وقلبه بياضا ورصيده حسنات، ويعود على الآخرين بالنفع. 3- نوضح سبب تفضيل الصحابي ابن عباس السعي في حاجة الناس على الاعتكاف، لأن قضاء حوائج المسلمين أعظم أجرا من الاعتكاف في المسجد، فالعاكف يعود أجره ونفعه على نفسه، أما من يقضي حوائج المسلمين فيعود نفعه على نفسه والآخرين. 4- ما الصورة التي رسمها الكاتب لفاعل الخير؟ رسم الكاتب صورة رائعة لفاعل الخير، فهو كالغيث المنهمر من السماء يروي كل شيء دون أن يطلب أجرا على ذلك، وكالزهرة التي تفوح عطرا، أو البلبل الذي يطرب الآخرين بصوته العذب. 5- نوضح معنى عبارة: الجزاء من جنس العمل. أن من يعمل عملا يجازى بمثله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 6- نذكر مواقف نساعد فيها زملائنا: حل الواجبات، مساعدة الطلبة الفقراء ماديا، مشاركة الزملاء في الأفراح والأتراح. 7- نوظف عبارة يتعاهدني في جملة مفيدة: يتعاهدني والدي أن أصبح شابا، يتعاهدنا معلمنا حتى نتعلم العلم. 8- ما الذي أعجبنا في النص؟ قضاء الحوائج، لأن لها أجرا عظيما. 9-
نبين رأينا في القول: بعض الناس يعد مساعدة الآخرين منقصة تشعر صاحبها أنه خادم لغيره. هذه النظرة خاطئة وتنمو عن وجهة نظر صاحبها. وعلى العكس، فمساعدة الآخرين تزرع الحب والخير في الناس وتؤدي إلى تماسك المجتمع، وينال صاحبها الأجر من الله تعالى.